احنا ها وصلنا للكوجينا وفما شكون فرحان توا بالتطيب. شكون زعما شو اسمها الطفله الصغيره اللي مغرومه بالتطيب وسمعت بها تعاون ماما في الكوجينا؟ شنو طيب انت ماما؟ ماما تقول لي حتى لين تكبر. حتى لين تكبر؟ اما هي ماما قبيله قالت لي انت بساعات تعاونها في كوجينا. قالت لي عندي زوز بنات، واحده اسمها ايزيس وواحده اسمها انايس. فما ايزيس ماشي ياسر مغرومه بالكوجينا، وفما انايس ياسر ياسر مغرومه وتحب تعاوني. دوك اليوم باش تعاوني في كوجينا، سورتو كو انا اليوم الغوسيت مانيش ياسر باهيه فيها، ان شاء الله ننجحوا بالمساعده مع نتاع صديقاتي. نعرف شنو هو زعما شنو الغوسيت؟ ترى قول لهم شنو هما المكونات اللي موجودين فوق الطاوله. لحم، دجاج، اي قسيناه، فلفل اكحل، اي ملح، اي فلفل احمر، اي طماطم، اي جبن، زيت، سفرجل. نقدم لكم سفرجل، سفرجل جديد جبناه خصيصا الملكي تخاطر مانا مغرومين بالالوان. قلنا علاش ما بدلوش لونه سفرجل وندوروه هكا على لوبيرجين؟ هذا شو اسمه؟ سفرجل. فانا نقولوا بوتنجال، هو اسمه بيتنجال يظهر لي. تعرفوه ولا؟ انا لا، هذاك على غلط في اسمه. هذا اوبيرجين اسمه. احنا باش نعملوا اوبيرجين فارسي. باش ناخذوا لوبيرجين عندنا زيت. شنو باش نعملوا؟ باش نعملوا باش ناخذ سكينه فوالا، باش ناخذ لوبيرجين تاعي باش نقص هكا، باش نعمل هكا اوكي. وانتوما باش نعطيكم سكينه باش تخليوها هكا بيان سور مش في يدكم، وباش تحاولوا انا نعرف نخرجوا القلب اكزاكتومون. اما ما تنقبوهش معناتها باش نقعروا كيما البريكولاج، اما ما نحيوهش كومبليتمون لازم ما تتنقبلناش على خاطر باش نستعملوا القشره نتاعها. اكزاكتومون القشرة نتاعها باش نحطوا فيها الفخص نتاعنا اللي هي الدجاج والطمطومة هذي والفليفلة هذيك والزيت باش نطيبوا بيه. اوكي؟ اوكي باش نطيب. دونك تنجم تعمل هكا، تنجم بمغرفة صغيرة زادة تحاول. اوكي؟ فهمت؟ يعني نجم بمغرفة صغيرة. بيان سور. اوكي؟ دونك باش تقعدوا تخليوها هكا باش احنا بعد نحطوا فيها الفخص، داكوردو؟ باهي. الكوجينة وقتها الكلام كثر ولاو هكا حاركين اكثر وعرفت اكثر حاجات عليهم. قبيليك سمعت بيك وقتها قلت لي اللي تتعب انت تتلهي باختك برشا. كيفاه؟ شوكيعه ياسر. اوف شوكيعه انت؟ لا لا ديما لازم شكون بحذا مثلا ديما لازم شكون مثلا ديما لازم يلعب معاها ديما. كنت نحب اللعب. عندك الحق. ديما لازم واحد يقولها. هلا حط الثوم مسحبو
شنو اللي صعيب؟ هذا لا انا نسيت روسيتي شويه ما اون برانسيب باش ننجح. اوكي سنا قص هذايا فيش تلوش مش لو شي شيء حقا نحطوه هذا سامحني انا غلطت هاو هذا هون هون بيه دونك توا انا حطيت طماطم هوني فريمون شويه انا غلطت لما حالك راني حطيته في الفخس نتاعي اوكي دونك هذا هاو مسي جزتها طماطم ميم سي عندي انا هوني معجون طماطم سي كام دوبل كونسنتري اللي هو معمول بطماطم ناتوريل وبنينه وحمراء ما يصير زدت في كيفاش زيدت الخير ما فيها ما فيها شنو ما فيها بس كملت مهمتي عندي سؤال قاعدين نحط من مغرفه كعبة كعبة زيد شويه اسمع باش نطمطمها وبعد نعمل لمسه سحريه كم سا بالملح ولا خلينا أه؟ باش اللمسه السحريه حتى يجي وقتها مش نقول لك توا طيبنا سفرجل فخسي خاطر هما مصرين اللي هو هذاك اسمه سفرجل سهله العمليه ولا صعيبه انايس سهله باش تعملها في الدار مع ماما اي وش اسمها الغوسيت شو اسمه هذا غوسيت اي وهذا شو اسمه الخضره ذي شو اسمها؟ شمعنى؟ معناتها مثلا هذي الخضره اسمها فلفل، هذي الخضره اسمها طماطم اللي حطيتها انا هوني، وهذيك شو اسمها؟ شفانجل شو اسمها؟ شفانجل سفرجل، اوكي. دونك الغوسيت نتاع اليوم سفرجل سفرجل كيفاش فخسي، فوالا، البنات يحكموا. اسمع انا ماني حطيت طومات كونسنتري في الصوص نتاعي باش نزيدها فما حتى حكايه واحد نكيتها هكا توزويزه بنينه هريسه نتاع سيكا وكم فما هذا لو تيوب كي ايبر براتيك على خاطر نجم ندوزي دونك باش نعمل هكا تعرفوا هذا؟ نو اي لا هريسه هريسه تعرفي ايش يتحل هذا؟ هكا ترى وبعد تعرف ايش تحلها هذي؟ اي ترى وريوني هكا غفصهاك اش تعملها؟ غفصها حاول ما تغفصهاش بربي اي فوالا باش نجي هوني نحط قول انا نحط هريسه وانتم قولي ستوب ها تحبوا الموزوز على الاخر دار فيكم ها نزيد اوكي ملا خلينا نستعمل زوزيدين يزي فوالا على خاطر انا نحب الطبخ وعمل جو انا صارت حاجه مرعبه اليوم شنو بسم الله كيف هذايا وقت هذا انا ايش قدم ايزيس انا ايش تعرفوا انا ايش وقتها مساء الصبح بكري انا 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 اول واحده قمت لقيت فرش فارغ في حد طلعت لقيتها بحال ما بابا هبطت في بالي هي الفوق راقده حليت الدنيا حليت الظا وبديت نلبس قامت من الفرش فرشها اللي انا لقيتها الفوق قعدت عيطت لي عيطت لي ايزيس ايزيس جيتها قلت لها مش ريتك الفوق قالت لي ليه ما طلعتش كان فرشها فراغ في الصباح لا على خاطر اصلي ما فقتش اصلك ما فقتش هما هزوني مش وين هزوك؟ الفوق كيف بربي فهمي الحكايه ما فهمتش هما حملوني وهزوني اما هي كل صباح تمشي بحدا ما بابا دوك انت كنت ريخده قمت لقى روحك في بيت اخرى سي سا بيتها وين لقيت من الاول؟ اسمع عندي اون تري بون نوفيل هذا طاب ولا صوص نتاعي طابت دونك خلنا نفوا شويه البلان ترافاي ونرجعوا على قاعده صحيحه كوم سا انايس عندك حاجه تا لازمك تقوم بها تعرف شنو هي باش تحط الفاخس في البوتنجي سامحني في السفرجل
هيا دو سكوند اون اخيف دقيقه بربي خان اي عاوني عاوني نخمل شويه بلان طخافاي نتاعي. عجبتني الكوزينه ياسر خاطر معناها عملنا هكا ماكله شاهي. نظفنا تويولتنا يا بومبك وعاونوني البنات كان تراو بي لاسوس نتاع دونك هذا هاكا حطيناه في الصحفه لافارس نتاعنا اللي باش نحطوها في لوبيرجين مش وحده باش نزيدوها شويه حاجات تروشيكات حاجات بنان اما الصوص نتاعي باش نزيدها زاده تروشيكه اخيره اوب خلي فرد مره هذا خاطر عندي دو سوربريز مش واحده. الوغ بروميير سوربريز عندي دونك لا دوزيت باردون تاع ديليس دونك كريم سيمي ايباس دوزيت وحده كها باش نقصها ونحطها في الصوص نتاعي باش تولي لونها كيفاه الاحمر كي يزيدوا شويه ابيض فاتح يولي غوزي غوز فاتح بي غوز وفاتح غوز وفاتح فوالا تحب الغوز انت هكا كوجي انت غوز الكل كنت بالحق شنو لونك المفضل؟ الاصفر الاصفر فوالا لا حبيت انت تعملها الفازه بها شاهية فوالا نجم طفي على غازي كم سا نرجعو امنين بعد باش تقعد تخلط هي باش تخلط تك تك في دقيقه باش خليها تبرد شويه مادي بنتوما باش تبداو تعملوا الفارس تحطوها في لوبيرجين نتاعكم كيفاش باش تاخذوا مغرفات صغار هذي وبعد باش ناخذ هذي وبعد نحطها بعد باش ناخذ هذي نحط نهزها هكا ونحط باهي وباش نعطيكم حاجه باش تزيدوها تقصوها هكا شويه وتحطوها عندي هذيا دونك لو فروماج ميلكانا تاع ديليس فروماج هكا تريانغولير بنين كي باش يدخل في الفور باش يذوب ويزيد يعطينا بنه في لوب شهيتك كنت راكي باش تحطو تا الوغ دونك اها هو ساهل ماهل بيني لوفيرتور هكا لو بوتي تريانغل روج اوب فوالا دونك باش ياخذ كل واحد منكم دونك باش تاخذ هذا باش تحط الفخس بعد تقص شويه من هذاك تحط هكا وتزين من فوق باش تخرج غبي بسم الله عليك تاع لوبرجين تاعنا نحطوها في الفور الناس في الكوجين وتعديو لل ديسير وصلنا توا للديسير باش ناكلوا حاجه بنينه وحلوه وسهله في العملين كان بيان سور اتقنتها معناتها هاكم معايا هاكم سورتو نتوما معايا عندكم فكره شنو باش نطيبوا في الديسير شنو جاتو باش نعملوا الجاتو نتاع راس العام كوم سا حاولوا ما نشريوش جاتو من برا خاطر اما خير في الدار نعملوهم دوسور في الدار في الدار يبدا ما فيهش برشا سكر يبدا ما نحطوش فيه برشا فلوس يبدا سخون في ساعه في ساعه يبدا سخون في ساعه لا عاد مش ساعه في ساعه عندنا سهريه طويله في راس العام والفورمه نتاعو تبدا مزيانه خاطر نعملوا لابوش نتاع راس العام باهي دونك للبوش نتاعنا باش نعملوا اون فيت اون بلوس نعملوا زوز دو بوش زوز انواع كل واحد وباش مغروم وشنو لي غو نتاعو باهي عندي برشا صحاف وعندي برشا مكونات نقولوا شنو هما المكونات ولا بشو اي قولي اي سكر هذا سكر فاني باش نحيو باش اللي بداش فما هكا كسفوريه نتاع العظام سكر فاني فارينا يس فارينا شنو الحاجه اللي تطلع الجاتو مع الفارينا خميره يس خميره فخيس شوكولا حلوة والحلوة عاد انت صرت الحلوة مت بالشيخة حلوة تحب الحلوة انت حليب تحب الذوق كعبة اي ها باش نبداو بشوية بشوية حليب زبدة اي الزبدة في بالك الزبدة ايبا ميرسي خاطر أول حاجة باش نبداو بها اوب الزبدة أول انغريديون باش نستعملوه علاش على خاطر باش ناخذوا دونك الزبدة نتاع ديليس نتاعنا باش نحطها تبدا تذوب بشويه بشويه خاطر كانت في الفريجيدير باش نحطها تذوب خاطر بعد باش نستعملها في الخليط نتاعي دونك باش ناخذ الزبده اجاكم الكل نحطوا مش صابين صابين خاطر فما شويه خدمه وانتم باش تعاونوني فيها منها فوالا باش نحطوا حتى لين يذوب غادي فوالا باش نحطوا 70 غرام زبده به هذايا الزبده سي بون
انسويت حتيني الكل مش الكل لا كمزل فم مورنا من يقلق بي توا عنا ايتاب صعيبة شوية اون بلوس باش نعاودو نكروها خمسة مرات باش نخلطو باش نعمل العظم اما المشكلة اللي هو ديجا تكسير العظم في حد ذاته ينجم يكون صعيب هكا لا نعملوها هكا باش نعملو هكاكا اما لازمنا الاصفر وحده والابيض وحده نشدو العظم تاعهم نعملو هكا تبدا تجرب؟ اوكي دونك عملنا لي بوش نتاع راس العام عملنا بوش بالكونفيتور بالمعجون وبوش بالشاميه دونك شوكولا تختيني شاميه شاميه تختيني باردون الفكره اللي باش تاخذ العظمه باش تعمل هكا دوك بات حلها اوكي كاي الابيض الابيض لازم يهبط هوني الكل والاصفر والاصفر باش نحطه وحده بعد بعد ندور وهكا هوني فوالا هذه العظمه الاولى نجحنا فيها اوكي توا انت فهمت انا بالطريق استنى استنى مش شمروا يديكم ساعه قبل باهي فوالا نشمر اي بسم الله بسم الله بسم الله ما حبتش كسر اكثر اجي نعاونك شويه لا 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 بالطريق بالطريق خلينا نعس عليكم زيدها فوالا ما نجمتيش ليه بالحق ساعة تقنتي تميسيلش ساعة لي 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 ما تدوش به العظام عطيني يدك دقيقة بعد نخسو يدينا نكملو هذي الإتاب تاع العظام بعد نعملو فاصل نخسو في يدينا في وسط الصحفة رد بالك دونك كي تحلها خلي ليه ليه مش هكا 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 بسويبها هكا خلي الثقل نتاع الاصفر يقعد في العظمه هكا هكا هكاك برافو اكسلون فوالا جيس الابيض نعرفه فوالا تفضلي حلو تبدل ميسيلوش اوف نجرب دقيقة بركة فوالا اللي بعد زيدها شو كي تعمل العظمة ما تخليش الاصفر يهبط لك غادي دقيقة من اتور دو رول خلي انصف العظمه هذيك هاي برافو اجا نحيلك هذوما توا شو هبط كان لابيض هوني ابدا هبطه بشوي بشوي شو كي تعمل هكا خليه يهبط وحده 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 وابدا داور 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 ولا الاصفر ما تخليهش يهبط صحيح وكا 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 ولا برافو في الصحفة بارك الله العظام هما عملوه ils ont monté الخليط هما حلوا البات معناتها دو أ جوسكا زد هما قاموا بالمأمورية العظام اللي يجين مغسولين أهم حاجة هذيك احنا ما حطينا الأصفر واحد والأبيض واحد الأبيض ذيك تنرجعوا له بعد شوية تو خنركزوا مع الأصفر أوكي الخمسة عظمات نتاعنا موجودين هوني باش نزيد تذكروا كالزبدة اللي قبيليك عملناها باش نحط الزبدة نتاع فوالا باش نحطها مع ذابت هي ذابت تاك تاك في الغاز سي بون اوكي خاطر الغاز يشعل فوالا احنا باش نحركوهم اما قبل باش نزيدهم مكون واحد اخر اللي هو اكزاكتومون صحيتك باش نزيدوا الحليب نتاعنا فوالا دونك باش ناخذ حليب ديليس نتاعي نصف دسم فوالا باش نحط اوبلا هكا يتصب يتصب هكا يتصب هكا شو باش نجي هوني ونحسب 70 مليلتر وينو المليلتر هيا توا انت باش تحط لنا السكر والسكر فاني كيف تحط هكا تاخذ صحفه وتحط الكل اي الكل نحضروا لاجينواز نتاعنا وبعد نحطوها في الفرن نتاعنا اللي هو ديجا قاعد يسخن وبعد باش نخرجوها باش تبدا محليها هكا دوغي شويه تبدا متلوقه باش نحطوا فيها دونك جات لي سكرين تاع بعد شويه ما نقولش خاطر نعرفوا قلنا دو ديفيرونت بوش زوز غو ديفيرون انت تعبر ولا اعذر لها الي باش نعملوا زوز باش نحضروا دو بلاتو بما انكم زوز فهمت
ومن بعد هذوما باش الزينه في الاخر. الزينه في الاخر فوالا باش يبدا لنا عام مزين يهبط. نعملوا دوك حاضرين الراس عامهم هاكا الام تنجم تربع يديها وتعامل على البنات ينجموا يعملوا هما لا غوسيت. دوك هذا البلون تاعنا الابيض نتاع العظمه ركضناه طلعناه اونيج وتوا انا يس باش تبدا هي تحرك وانا باش نبدا نحط بشويه بشويه وانت حرك. اما حركوا بشويه عاد لازم تبدا. استنى ايجا نقولك هذا هكا لازم ها باش نعطيك انت تعملها العمليه خاطر لازم نردوا بالنا عليها على الاخر. شو باش تاخذ الابيض وتبدا وتبدا تعمله هكا بشويه بشويه تحب فيه عرفت. زي هكا كانك تعمله هكا ترقد فيه بشويه بشويه. غني الاغنيه وانت هكا. شنو الاغنيه غني هيك تبدا باش ترقد؟ هيا عملوا ناني ناني جاك اليوم انت تعمل في هكا ناني ناني. هيا 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 ناني ناني هيا هيا وانا عارف نغني معاك مش حافظه دائما نغني معاك. لا غلط دي برناردو ناني ناني ننو عمر كامرة بو كنجو هكا بو عصيدة شوية ولا استنى اوب اوب ولا لازمك تدخلوا في بعض بي. دوك البنات باش يكملوا فما ايزيس بدات تحضر في الزينه نتاع البوش. هي عصيده ريفيزيتي باردون بوش ريفيزيتي جوستمون خاطر ماشي على العصيده ندلكوا فيه ولينا البلون نيج فوالا بي باش نحط هذا الكل باش نحطه في بلاتو نتاعي نحطه في الفور باش ما تقعدوش تستناو برشا نستناو يتيبوا يبردوا شويه ونبداو نزينوا لي دو بوش نتاع راس العام نتاعنا نتاعنا نتاعكم نتاع ملاكيت. لي دو جينواز نتاعنا طابوا وجههم مزيان مزيانين وبردوا باش نجموا خاطر تعرفوا شنو باش نعملوا توا؟ شنو؟ طيب باش نزينوها. عندكم فكرة باش نزينوها؟ اي بالشوكولا بالشوكولا لي بونبون الفريز هذيك من فوق اما الداخل حاجات ابن من هذيك. اوكي عندي يا سيدي بن سيدك الوغ عندي هذوما عندي معجون بتاع سيكام اللي معجون سيكام مش موجود كان في تونس يا جماعه اللي تفرجوا فينا محليكم داير اللي تفرجوا فينا في تونس وخارج تونس على خاطر المعجون هذا تيلمون بنين وتيلمون هكا لو فروي بالحق معناتها سي دو فري فروي الداخل دونك موجود في برشا بلدان في العالم في بالكم؟ تو انت زيد لاتيك اخبار ما كنتش نعرف الفرق هنا هوني نعطي برشا اخبار. الوغ المعجون هذا سيكام تنجموا دونك احنا هوني عندنا الفريز وعندنا التين الكرموس فما تين فما فريز فما سفرجل فما مشماش فما المشماش دايوغ السفرجل فما نوعين والكرموس فما نوعين دونك يونا بوغ تو لي غو نو سولمون بنين ما فيش برشا سكر ويعطيك برشا انرجي. كل شيء راهو في ديماراج نتاع عام جديد كل شيء في ان شاء الله 2022 هكا به. هذه الحاجه الاولى باش نعملوا لو بروميير لا بروميير بوش بواحد من هذوما ولا زوز كيما تحبوا. البوش الثانيه باش نعملوها شوكولا مش شوكولا كهو هذيا حلوى شاميه التختيني نتاع بابيون فيها شوكولا فيها جلجلين و شوكولا والحاجه طياره نو سولمون دوك سي تري بون ويعطي برشا انرجي والحاجه الطياره سي كو لا تيكستور نتاعها ياسر سهله في ال باش نتاليوها على الواحد خاطر شو كيفاه نخفو مخرفو بنينه ياسر اللي فيها بنينه على الاخر تحب ذوقها شو محلاها ذي بتخاف شو محلاها دوك شو بدها تاك تاك بربي خلينا نعطيكم ذوقوها خاطر تتساءلونا شكون يحب يذوق؟ انا زوز ترى وعملنا جاتو وشخنا وحكينا وتفرهدنا باش نكملوا دونك اون ايتال الشوكولا نتاعنا على البوش ندوروها ومن بعد نزينوها وين نمشيو باش ناكلوها سلام سلام
اقعدوا معنا خاطر ماشيين جوست ابخي للسالون. كل شيء هوني حاضر باش نبداو احتفالات رأس السنة. اش قولكم؟ بيه اش قلت انت قبيكة؟ قلت لي شاهية شنو؟ يشاهي الجاتو. اسمع قلت لي نتخيل شاهية نتخيل مطعمه ما نفش نذوقوه الجاتو ما لذي الكل طيبين ومشكون باش ناكلو مع بعضنا. البنات عملتوا جو اليوم؟ ايه بالحق؟ باه تحبوا نزيدوا نعملوا شويه اسمع باش ناكلوا الجاتو باش نشعلوا شمع وباش نغنيوا بوناني ميساج الافونس على خاطر احنا هذا الحلقه قبل كلكو جور من راس العام اما بعد نرجعوا لكم في عام جديد دونك نكملوا نسكروا العام العام القديم مع بعضنا نسكروا بشويه كادويت اش قولكم الي اوني فا عندي ان كادو هذايا من عند يماما هذايا اللي كنتي ميرسي وهذايا اللي كنتي الو شو هذا قالك ذكرياتي مع السنة التحضيرية عام جاي شو تقرأ فيه وعام الجو عندك بوزل عندك هذا المخباج فما كنش وانت عندك أجندا يا بومبك وهاك جسر النجاح اللي حكيتك عليه قبيلة دوك بوز فوالا كم سا تحضر امتحاناتك القادمية عندي هذوما دي كادو من عند جسمة كرياسيون بيجو شكون أحمر وشكون غوز أنا موافقين منظمين تذكروا قبيلة كي قالوا لي ما عندناش نفس الذوق سا طون بيان كم سا كولي هيا حل خلينا نشوفوا الكادو تادا عندك حويته يا حويته هاي كحوته واو انت بغسلي وانت شاركه صحه بي الوغ عندي هذوما من عند اوبا اوبا فوالا اوبا ميرسي فما حاجه ياسر تحبوها وفما الحاجة اللي اليوم عملتوا عليها جاوزة دايس نعاونك هذيك فلا كم ساعة حتى لقيتها عندي زيدة في بالكم اليوم حتى سيكان بعثت لكم كادويت خاطر عام جديد حق دوك أي شيخة شيخو بيكم الكل فرحوا بيكم ولا أبلا هذا ليك ترى نشوفوا شنو فيه زعما نحلو يتحل يتحل جرب انت جرب وانا نكمل كادويت الاخرين فما هذوما كيفاش هذوما نحلها من بعد خاطر ما نجمتش حتى انا مع زيت ستابيا اي اما في حاجه حلو شوف وما تكرهمش الكل فرد نهار هذوما دونك سي شيخه هذوما اسمع سي لي برودوي شو قداش الحلويات الكل نتاع بابيون اللي قام جدد حلوه بنينه Le colorant donc 100% naturel. Ok, est-ce que je vais vous faire un peu de choses ou pas? Sonina? Bien. Dites-moi ou laissez-moi? Dites-moi, mais la brapie. On a fait ma grande. Ma pède. هل شوفي شنو فيها؟ تنخملك انا دنيا وانت حل كادو تنظملك حافقه ولا حافقه؟ انا عندي هكا اي وعندي هكا فوالا بريه هذيك ستيلو زوز الوان في لون دو براس الوغ عندي هذايا دوك من عند ابغا كدابغا ابغا كدابغا نحب الحق نشكرهم على الاخر على لابيل ديكو نتاع حلقه اليوم سي ياسر جوي الواني دونك ميرسي بوكو محلي لو بلاتو وميرسي بور لي كادو اوسي الوغ عندي دونك ان كادو يتوجه الى ايزيس فوالا اي لو دوزيام كادو ماشي ال انايس حلو هذوما كان لي كادو نتاع الفان داني عاد راس عام تحل ورينا الكادويت واو انا قد واو بوز انا با نابورت كيل بوز لا اذا نتاع كبار واو انا عرايس
انت دار وعرايس وصاله وشميني وحيوانات. دريم كاسل شما حلي هكا بيوتيفول كومبينيشن شيخات. قبل ما تكمل لنا كادو استنى استنى عندي دو كادو لازمني عندي كادو انا نكمل كادواتي انا قبل. الو هذوما كادوات لازمكم تسمعوني بالكدا بالكدا بالكدا. واش نعطيهم لكم؟ تخبيهم عندكم والا تعطيو لماما وبابا؟ فما الكادو الاول انتم فاشقوا بيهم بابا وماما. تذكر كي حكينا قبيك قلنا نجموا نهبطوا ابليكاسيون ونعديو كوموند وتجينا الماكلة للدار. دونك ياسير اكسبريس يدي لكم كل واحد فيكم اون كوموند اون ليفريزون غراتويت. نجم ما تحلوش توا؟ مش لازم تحلو توا، خليه في الدار باش نهار تحبوا حاجه بنينه. كلهم ولا كعبك؟ مش مثلا كعبه فريتك، نجم تاخذ ماكله ليك انت واختك وماما وبابا، مره انت والمره الجايه انت، خاطر عندكم دو كادو انتم فرد دار. فهمت؟ باهي نزيدكم ان كادو، اش قولكم؟ وي باهي. الكادو هذايا من عند ماجيك سيتي، دونك ماجيك سيتي للتذكير موجود في ازور سيتي، دونك في البونليو سود. فما شكون ديجا مشي؟ للي ما مشاش دونك نجموا تمشيو تعملوا تلا، خاطر بالحق يونا بوغ تو لي قول الصغار وللكبار، بلان بلان دو تروك افير. انتوما هاكا باش نجموا تعاودوا تمشيو مع بعضكم. الكارتة هذيا باش تردوا بالكم عليها على خاطر كأنك عندك كارتة خبيها لهنين. مثلا الكارتة هذيا فيها فلوس، معناتها أنت كي تمشي غاديكا كل جو تحب تعمله تعدي الكارتة وتدخل تلعب. نهار اللي توفى خاطر تاهم شارجة، نهار اللي توفى تمشي البابا ولا الماما ما نعرفش شكون لاهي بالحكاية هذيا ولا الزوز يعاودوا يشارجيه لكم غاديكا وتعاودوا تلعب اللي انت عاودت. كيف يشارجيه؟ معناها يعطيونا اللي يعطانا الكارتة يعديها هكا في مكان يعاود يقول لكم قداش أنت شنو يعبي لك. أوكي فوالا يشحنها لاكارت فوالا ترد باش تضيعها تخبيها في ستوشك صغير. بون سافا عجبكم لي كادو؟ وي عجبتكم الحلقه؟ اه. عملتوا جو؟ اه. بي شبيك انت فيش تخمم؟ شيء. نعرف انت تحب نحلوا الكادو هذا، اسمع تنكملوا نشعلوا الشمع ونعاونك نحلوا الكادو نتاع سيكا. فيش تخمم؟ ربي يقول لي فيش تخمم؟ قول لي ما تحبش تو وانت تخمم تخمم تغزل الكاميرا هذيك وتسلم على العباد اللي تحب تسلم عليهم الكل. اش قولك؟ نحب نسلم. ما تعرفش؟ تبدا هي وانت بعدها؟ هاي تبدا انت ايزيس. نحب نسلم. خديكا؟ نحب نسلم على صاحبتي. اه. وعائلتي الكل. اي. خاصة مامي حياة ام ماما. اي ربي يفضلها. ونحب نسلم على بنت خالتي ديليا. ديليا اسمها؟ محلى اسمها. اساميكم كل محلاهم في الفاميليا. اي. كاو. كاو. توا انت. ليه مش تو انا تنحلك هذا وانت اخذ الكاميرا هذيك باش تسلم على العباد اللي تفرجوا فيك الكل. شنو هيا؟ ملا تنوقف الحل. يا صحابي. اي. نحب نسلم على العباد الكل. الكل كل كل الكل اللي تفرجوا فيك في تونس وخارج تونس الكل. اوكي. هاي نحب نشكر سيكا مع الكادويت. شنو هذا؟ شنو هذا؟ إذا أول مرة يهدي لك كادو هكا أنت؟ أول مرة؟ بخيس أغروما؟ هذيك الجو دورانج في الصباح في الشتاء. نعملوا هكا. شنو؟ هكا. فوالا، أنت كامل عصر جو دورانج، أنا خنشعل الشمع نتاع السنة الجديدة اللي باش تجي، ونشعل الشمع ساعة قبل. أوب. نو واي. دوك نحب نتمنى لروحي عيد ميلاد سعيد ونتمنى لكم عام سعيد زاد انتوما وللعباد اللي تفرشي ملاكيتز الكل مغرومه بملاكيتز. ميرسي جيتوا بحذايا اليوم. كاو انا نحاول ما نبكيش. استنى 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 نسيت كادو. نعرف جوستومون دونك ان شاء الله عيد ميلادي سعيد خاطر انا غدوه عيد ميلادي. غدوه 27 ديسمبر عيد ميلادي. فهمت؟ فوالا دوك نحتفلوا بيه مع بعضنا. ميرسي بوكو ا ليكيب خاطر كل عام ما تنساش عيد ميلادي. جو سوي تري كونتونت. هذوما خاطر باش يغطيو لي دموع هذيك ليموسيون نتاعي نتاع كل عاده. نتمنى لكم عام سعيد. هابي بيرثدي تو مي وربي يفضلكم الكل ليا اللي تفرجوا في داركم وانتم اللي هوني الكل. باي باي بون اني. تحب تنفخ انت ولا ننفخ انا الشمعه نتاعي؟